حطوا مؤذنين الأصوات متاعهم جميلة جدا تسويقا إلى أنه الإسلام دين متاع تسامح ودين متاع خير ودين متاع بشاشة ودين متاع ضحك. وراو الإسلام مش في الجامعة، الإسلام والدين وقت اللي تخرج من الجامعة كيفاش تتعامل مع الناس. فشكرا لدولة قطر. خبش أقول لك حاجة، إسرائيل اللي توصل القرارات متاع مجلس الأمن تنقذها وما تستعرفش بها. يزمك تعرف أنه الفيفا القرارات نتاعها ملزمة أكثر من الأمم المتحدة وأكثر من مجلس الأمن. واليوم كي تشوف التعاطف نتاع جاني أنفانتينو سواء كان تراه أهداف ولا مش أهداف، اليوم كي يتعاطف مع قرارات دولة قطر هذا انتصار البلد عربي ومسلم وانتصار خاصة لهذا الدين الحنيف اللي يحبوا يشوهوه. بارك الله فيه. يعطيك الصحة قيس اليعقوبي.